نوضح موضوع الأهل دوت. احنا عندنا حلقات موجودة اسمها القواعد الـ20 لبيت العيلة، ارجعوا لها. قواعد 20 على الأقل يكون 13 منهم متطبق صح. أنا كزوج، أنا كلامي دلوقتي للزوج، أنا كزوج كرامة زوجتي من كرامتي، صورة زوجتي عند أهلي مسؤوليتي، حتى لو حصل سوء ظن أو سوء فهم من الأهل دي مسؤوليتي إن أنا أوضح لهم الصورة وأقول لهم لأ دي مش قصدها كذا، وأروح أنبه زوجتي الأمر. التوجيهات والأوامر والكلام ده أهلك يقولوا لك لو في تعليق أو في أمر، لكن هي لكن مش لها، طاعتك أنت واجبة ليها، لكن طاعتهم هم مش بالوكالة. يعني طاعة الزوج مش بالوكالة أنت تطيعيني فطيعي أهلي، خطأ. هي متجوزة راجل يا ابني، عايزة تشوف الراجل ده السند، الراجل ده اللي كرامته من كرامتها، الراجل ده اللي بيدافع عنها، الدعم اللي تشافها الحب في عينه وفي تصرفاته. فانت ما تكسر في حاجه زي كده، هي تحس بالخذلان وتحس ان البيت ملوش اي قيمه. انا اقعد ليه في بيت زوج فيه مش حاسس بقيمتي ومبهدلني لاهله؟ لا غلط. ادعو الله سبحانه وتعالى الازواج يفهموا النقطه دي. بارك الله.